بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأحبة، أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فبمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، سيد الشهور، شهر التنافس في الطاعات، شهر المغفرة، شهر ذهاب الأمراض، شهر ذهاب الأمراض الدينية والدنيوية الجسدية والقلبية، شهر مربي ملكة التقوى، شهر فيه كل خير، شهر رمضان المبارك سيد الشهور. ولذا بمناسبة قرب هذا الشهر، فقد نظمت إدارة التوجيه والإرشاد بالحرم المكي عدة محاضرات لتذكير المسلمين بأهمية الصيام وفضله وبعض المسائل والأحكام التي تهم المسلم. ومن بينها نريد أن نلقي محاضرة الليلة، محاضرة الليلة حول تفسير بعض آيات الصيام. أسأل الله أن ينفعنا بما نقرأ وما نسمع. ومما ينبغي لنا دائما وخاصة في رمضان كثرة قراءة القرآن، كلام الله، كلام الله ما فيه أحسن من كلام الله عز وجل. نكثر من قراءة القرآن، لأنه ورد في الحديث الصحيح أنه من قرأ حرفاً واحداً له بكل حرف 10 حسنات، فضل عظيم يا إخوان. من قرأ حرفاً واحداً من القرآن له 10 حسنات، ألف لام ميم 30 حسنة، فأكثر من قراءة القرآن الكريم. ولكن قراءة عقلاء ليست قراءة سفهاء، قراءة العقلاء يفهمون الكلام، يتدبرون الكلام. إذا قرأت آية افهم معناها كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفعلون، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يقرؤونها قراءة صحيحة، يتدبرونها، يفهمونها، يعلمون تفسيرها، يعملون بها. ولا بد يا إخوان من قراءة القرآن، وأعمالنا في هذه الدنيا لا بد أن تكون مرتبطة بالعلم، لا بد أن يكون عندك علم وعمل، لا بد من علم وعمل. ولذا نعلم أن أهل السعادة، وكلنا نتمنى السعادة، كل واحد منا يتمنى السعادة في الدنيا والآخرة، أهل السعادة لهم بعض الأوصاف الجميلة التي ينبغي أن نتمسك بها وأن نهتم بها. من أوصاف أهل السعادة
تنوع العبادات والتمسك بجميع أنواع العبادات، عبادات بدنية مثل الصلاة، وتعلم أن الله فرضها عليك، كتبها عليك، لا بد أن تتقن الصلاة. الصلاة عبادة بدنية لا بد أن تتقنها إذا صليت، وتراقب زوجتك وتراقب أولادك وتراقب إخوانك هل هذه الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة. ينبغي لكل واحد منا يا إخواني أن يقرأ صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من علمائنا رحمهم الله ذكروا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا صفة قراءته في القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام. فالصلاة والمداومة عليها هذه أعمال بدنية لا بد للإنسان أن يهتم بها كل الاهتمام، مثل دوام الإنسان في الشركة أو في الوظيفة، يومياً يذهب لعمله، فأنت عندك وظيفة يومياً في هذه الصلوات الخمس. وأيضاً من أعمال السعادة التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها الأعمال القلبية، الأعمال القلبية، أعمال القلوب، في أعمال بدنية وأعمال القلوب. أعمال القلوب مثل خشية الله، الخوف من الله عز وجل، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك وأن الله يسمعك إذا أردت أن تغش، إذا أردت أن تخون، إذا أردت أن تعمل معاصي، تقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اذكر، اذكر أن الله يراك وأنه يسمع كلامك في أي مكان. في الأعمال القلبية مهمة جدا يا إخواني، مثل خشية الله والخوف من الله. وأيضا هناك عبادات مالية مثل الزكاة والصدقات وما إلى ذلك، وهناك أيضا تعامل مع الآخرين، الأخلاق الفاضلة، معاملة مع الله، معاملة مع خلقه، أحسن معاملة حتى مع الحيوانات. لا بد من الإنصاف، لا بد من حفظ الحقوق وحفظ الأمانات، لا بد من العفة. ولذا ينبغي لنا، وخاصة في الشهر القادم بإذن الله، أن نجدد توبة، أن نجدد توبة ونفحص قلوبنا. كل واحد منا يوميا ينظر في نظافة بيته، ينظر في نظافة جسده، فكيف لا تنظر في نظافة قلبك؟ ابدأ حياة جديدة مع هذا الشهر المبارك. ما تدري هل تدرك رمضان العام القادم أو لا تدركه، فاهتم بهذا القرآن الكريم وبهذا الشهر العظيم، شهر الصوم، أنزل فيه القرآن، ولذا هو شهر القرآن. كان جبريل عليه السلام يتدارس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. ينبغي أن نعلم إخواني، ينبغي أن نعلم علما حقيقيا، أن الغاية من إنزال الشرائع، الأوامر والنواهي، الغاية من إنزال الشرائع ووضع الحدود هو تقوى الله عز وجل. والذي يربي ملكة التقوى هو الصيام، هو الصيام. اقرأوا الآيات، اقرأ الآية، اقرأ تفسيرها، اقرأ الأحكام التي يمكن أن تستفيدها من هذه الآية المباركة. ولذا نحن يا إخواني سنقرأ بعض الآيات في الصيام، ونحاول أن نعرف معانيها والأحكام التي نأخذها منها
فهذه الآية المباركة وهي عنوان محاضرتنا الليلة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تعلمون أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وأصبحت المدينة دار إسلام، أخذ التشريع ينزل ويتوالى. ففي الآيات السابقة لهذه الآية، الآيات السابقة نزل فيها حكم القصاص، ونزلت فيها الوصية، ونزلت فيها مراقبة الله والخوف منه. وكان من أعظم ما يكون في المؤمن من ملكة التقوى الصيام. فأنزل الله تعالى فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فناداهم ربنا سبحانه وتعالى بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. هذا تكريم، للمؤمن. الله ينادي المؤمن: يا أيها الذين آمنوا. من هو المؤمن يا إخوان؟ المؤمن الذي يؤمن بالأصول الستة، يصدق ويعتقد الأصول الستة، هذا هو المؤمن. تؤمن بالله، الله موجود، الله يراك بأسمائه وصفاته، الله على كل شيء قدير. تؤمن بأن الملائكة موجودون، فيه ملائكة، وهؤلاء الملائكة من عالم الغيب، منهم جبريل عليه الصلاة والسلام. تؤمن أيضاً بالرسل، تؤمن بالكتب، ما فيه رسول أرسله الله إلا ومعه كتاب. تؤمن أيضاً بالإيمان بالقدر خيره وشره، تؤمن بالأصول الستة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يوم القيامة، الناس يبعثون من القبور، الملوك والأغنياء الرؤساء كلهم رجال ونساء يبعثون من القبور كما ولدتهم أمهاتهم، حفاة عراة ليس عليهم ثياب، ما ينفعهم إلا عملهم الصالح. فربنا سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين: هل أنت مصدق بوجود الله؟ هل أنت شهدت لا إله إلا الله؟ نعم، أنت مؤمن، يناديك ربك: يا أيها الذين آمنوا. تكريم لك، مثل إذا ناداك أحد يقول: يا عبد الله، هذا تكريم، لك يا عبد الله، بدلا من أن يقول: يا ولد. لكن إذا قال: يا عبد الله، تكريم لك. فربنا إذا صدر الكلام بالنداء: يا أيها الذين آمنوا، دليل على الاهتمام، قف. إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، انظر بماذا يأمرك الله، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، أصغ لها سمعك، ماذا يريد ربنا؟ فإنه إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه. إذا ناداك الله هذا دليل الاهتمام بهذا الأمور. فينبغي للإنسان أن يعلم أن النداء يوجب انتباه المنادي، ثم أيضا تكريم للمؤمن، لأن الله ناداه بوصف الإيمان، وهذا دليل على ماذا؟ إذا ناداك بوصف الإيمان دليل على ماذا؟ دليل على أن تنفيذ هذا الحكم
من مقتضيات الإيمان. إذا كنت مؤمن افعل كذا. وعلى أن فواته نقص في الإيمان. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان إذا قرأ الآية يقف عندها قليلا. فربنا ينادي المؤمنين يقول يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، ماذا تريد؟ ماذا تريد منا يا رب؟ كتب عليكم الصيام. ما معنى كتب؟ فرض. معنى كتب فرض وأثبت وأوجب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والذي أوجبه والذي فرضه علينا هو الله عز وجل. ما هو الصيام؟ ما هو الصيام في لغة العرب؟ الصيام يا إخوان معناه في اللغة الإمساك، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الطعام، الإمساك عن اللغو، الإمساك عن كل شيء. هذا معنى الصيام في اللغة، معناه في اللغة الإمساك. ما هو الدليل على أن الصيام في لغة العرب معناه الإمساك؟ قول الله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، بدليل قولها فلن أكلم اليوم إنسيا. فمعنى الصيام في اللغة الإمساك. وأما معناه في الشرع في اصطلاح العلماء رحمهم الله هو التعبد لله، التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ترك الطعام، ترك الشراب، ترك مباشرة النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عبادة لله. أنت تترك هذا لماذا؟ لأن الله أمرك به، لأن الله أمرك به، فهو عبادة تؤجر عليها من الله عز وجل. وتفعل هذه العبادة كما أمرت، كما بين لك الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله، لابد أن تنفذ أوامر الله. تقول أشهد أن محمد رسول الله، لابد أن تنفذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصيام معناه العبادة لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولعلكم تعلمون أن الإنسان يترك هذا عبادة لله عز وجل، ما يتركها لأجل الحمية، ما يتركها لأجل أمور أخرى، ما يتركها لأجل المجتمع، إنما يترك هذه المفطرات لله عز وجل. ولعلكم تعلمون أنه في بعض الدول الآن الذين عندهم سمنة أو الذين عندهم زيادة في الوزن يأمرونهم الأطباء بالصيام، فهذا الصيام علاج لهم. لكن نحن العلاج الصيام الذي نصومه عبادة لله، عبادة لله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا ويأمرنا أنه كتب علينا الصيام، فرضه علينا. حاضرين؟ بعدما أنك يا رب أوجبت علينا الصيام حاضرين، ونقوم بهذا الصيام كما أمرت. ولذا يقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تشبيه للكتابة بالكتابة، يعني الصيام ليس مفروض عليكم أنتم، ولكنه مفروض على من كان قبلكم من اليهود والنصارى وجميع الملل، كلهم كتب عليهم الصيام. لكنه يختلف في الطريقة، يختلف في العدد. إنما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا وأوجبه على من قبلنا اليهود
والنصارى كتب عليهم الصيام، لكن لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت والمدة. لكن قد يسأل أحد منا: لماذا هذا التشبيه؟ لماذا هذا التشبيه؟ الله يقول: كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يشبه ربنا سبحانه وتعالى؟ في فائدتين، هذا التشبيه فيه فائدتين. الفائدة الأولى التسلية لهذه الأمة، التسلية لهذه الأمة حتى لا يقال كلفنا بهذا العمل دون غيرنا. الفائدة الثانية وهي الأهم استكمال هذه الأمة للفضائل. كل فضيلة كتبت على الأمم السابقة كتبت على هذه الأمة. لماذا؟ لتجمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذه الفضائل التي سبقت إليها. ولا ريب ولا ريب ولا شك أن الصيام من أعظم الفضائل. اعتقد اعتقادا جازما أن الصيام من أعظم الفضائل، لأن الإنسان يصبر عن طعامه، شيء أحله الله لك تصبر عن الطعام، تصبر عن الشراب، تصبر عن الشهوات. لماذا؟ لأن الله أمرك بها. ولو كنت في غرفة مغلقة ما يراك أحد، ولكنك تراقب الله، تراقب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يصبر عن طعامه وشرابه وشهوته لله عز وجل. ولذا اختصه الله لنفسه، ربنا عز وجل اختص الصيام لنفسه، كما ورد في الحديث: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. شيء عظيم يا إخوان، فضل عظيم الذي تفوته هذه العبادة، فاته خير كثير. هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خيرها كثير، عمرها قصير وخيرها كثير. الحسنة إلى 700 ضعف، لكن في الصيام لا حد لها، لا حد للحسنات. ولذا ربنا يقول: يدع شهوته وطعامه من أجلي. أنت تدع الطعام والشراب ليس لأجل الناس، ولكن خوفا من الله عز وجل. ولذا الصيام يا إخوان، الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة. أمرنا في القرآن الكريم بالصبر، والصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر عن معاصي الله عز وجل، صبر على أقدار الله المؤلمة. كل هذه موجودة في هذا الصيام. ولذا كان الصيام من أفضل الأعمال. يسأل سائل: يا رب لماذا كتبت علينا الصيام؟ لماذا كتبت علينا الصيام؟ ربنا يوضح لنا يا إخوان، ربنا يوضح لنا ويبين العلة، يبين العلة سبحانه وتعالى. مثلا يسأل سائل يقول: يا رب لماذا تحيينا مدة سنة ثم نموت؟ ليه؟ لماذا يا رب؟ الله يقول: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله يخبرنا أنه أوجدنا في هذه الدنيا ثم نموت، يختبرنا، يختبرنا. الذي يطيع يذهب إلى الجنة، والذي يعصي يذهب إلى النار. فربنا يبين العلة، يبين الحكمة. فالإنسان يسأل: لماذا أمرتنا بالصيام؟ لماذا أوجبت علينا الصيام؟ يقول: إذا صمتم تتقون الله عز وجل. يقول: لعلكم تتقون.
لعلكم تتقون. ما معنى كلمة لعل؟ لعل يا إخوان عند الناس للترجي، آتي لعل الباب مفتوح، آتي لعلي أدرك الصلاة، لعل في لغة العرب للترجي، ولكنها من الله للتحقيق. إذا جاءت لعل في القرآن الكريم فإنها تدل على التحقيق، يعني إذا صمتم تتقون. هذا علاج، الصيام علاج يربي التقوى. ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه التقوى، هذه التقوى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كم آية في القرآن بين جزاء المتقين، كثير. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في مقام أمين، كثير من الآيات تبين المتقين. والمتقون يا إخوان، المتقي يجعل له الله مخرجا من كل ضيق. ربنا سبحانه وتعالى المتقي يجعل له مخرجا من كل ضيق، يوسع له في رزقه. اقرأ سورة الطلاق، يبين لك ربنا سبحانه وتعالى فوائد التقوى. فربنا يقول لعلكم تتقون. ولذا كلمة لعل للتعليل، هذه فيها بيان الحكمة من فرض الصوم، يعني صوموا لعلكم تتقون الله عز وجل. وهذه الحكمة الشرعية التعبدية للصيام. بعض من العلماء رحمهم الله ذكروا فوائد كثيرة للصيام، وبينوا أن الصيام سبب لإنهاء كثير من الأمراض، كما يخبرنا أحد الإخوان يقول كان عنده أمراض متعددة في هذا الحرم، فبدأ يصوم يوما ويفطر يوما ويشرب زمزم حتى زالت هذه الأمراض كلها. ولذا الصيام فيه فوائد دينية وفوائد اجتماعية وفوائد صحية، لكن ما ننظر إليها، ننظر فقط إلى الفوائد الدينية. الفوائد الدينية هي التي تنفعنا، فنحن نتقي الله عز وجل بهذه الفوائد الدينية التي تؤهلنا لطاعة الله عز وجل. هذه الآية المباركة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل معنى الآية الإجمالي اتضح لنا بعض الشيء. ولذا ينبغي للإنسان إذا لم يتضح له المعنى يراجعها في التفسير. إذا اتضح لنا المعنى الإجمالي نحب أن نستخلص من المعنى الإجمالي فوائد، نستخلص فوائد. ما هي الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من هذه الآية المباركة؟ أول فائدة نهتم بها أهمية الصيام. كيف نعرف أن الصيام مهم؟ لأن الله صدره بالنداء، الله صدره بالنداء، يا أيها الذين آمنوا، هذا دليل اهتمام. وأيضاً أنه الصيام من مقتضيات الإيمان، لأنه وجه الخطاب للمؤمنين، وأن ترك الصيام مخل بالإيمان. هذه الفائدة الأولى، الفائدة الأولى من هذه الآية أهمية الصيام. هناك فائدة أخرى تبين هذه الآية وتوجب فرض الصيام، وأنه فرض علينا وأنه واجب علينا، لأن الله قال كتب، يعني فرض. وأيضا نعلم
العلم، العلم مهم يا شباب، العلم مهم يا إخوان، لا بد أن يكون عند الإنسان علم بشرعه، علم بعبادة الله التي تؤهله لرضاء الله وتؤهله لدخول الجنة، لأن الإنسان في هذه المدة في هذه الدنيا يعيش مدة ثم يموت، يترك المال، يترك الولد، يترك كل شيء في هذه الدنيا، ما ينفعه إلا عمله الصالح، أولاده وماله وأصدقاؤه وجيشه وجنوده كلهم يتبعون حتى يدخل القبر، ثم كلهم يحثون عليه التراب، ما ينفعه في قبره إلا العمل، العمل الصالح. فأتقن، أتقن عملك الصالح، ومنه المحافظة على الصيام. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في هذه الآية أنه فرض علينا الصيام، وأيضاً فرضه على من قبلنا من الأمم. وأيضاً من الفوائد أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام استكملت جميع الفضائل التي سبقتها، لأن الله عز وجل كتب كل الفضائل السابقة علينا لنترقى إلى درجة الكمال كما ترقى إليها من سبقنا. وهذه الآية أيضاً فيها بيان الحكمة، الحكمة في إيجاب الصيام، وهي تقوى الله عز وجل، لعلكم تتقون. هل التقوى لها فضل؟ كيف لا يكون لها فضل؟ لها فضل عظيم يا إخوان، ولذا هذه الآية تبين فضل التقوى، لأن الله كتب علينا الصيام لأجل نتقي، وأنه ينبغي للمسلم سلوك الأسباب الموصلة للتقوى، لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية. إذن هذه الغاية التقوى غاية عظيمة، ويدل على عظم التقوى أن الله جعلها وصية للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله وصى كل الأمم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله في سورة النساء الآية 131. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نهتم بهذه الفوائد، وكلما قرأنا آية نحاول نفهم معناها الإجمالي، ثم بعد ذلك نحاول أن نفهم الفوائد التي نستفيدها وتكون سلوكنا في هذه الدنيا. أيضا من الفوائد العظيمة أيها الإخوة، حكمة الله سبحانه وتعالى في تنويع العبادات، لأن الله خلقنا في هذه الدنيا للاختبار، يختبرك، أحيانا العبادات بدنية، أحيانا العبادات مالية، أحيانا عبادات مالية وبدنية، أحيانا ما هو كف، اترك هذا، ابتعد هذا. كل هذه العبادات المتنوعة يتم بها اختبار المكلف، لأن الناس في هذه الدنيا قد واحد الناس يصبر على العطاء، يعطي، لكنه ما يمكن أن يكف عن شهواته. ولذا ربنا سبحانه وتعالى اختبرنا بهذه الأمور في عبادات بدنية، عبادات مالية، عبادات أيضا أخرى. فينبغي للإنسان أن يهتم بكل ما أمره الله به. هذه الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون. ثم جاءت الآية التي بعدها أياما معدودات، الذي كتبه الله عليك ليس سنين وليس شهور ولكنه أيام معدودات. ولذا يقول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في الآية السابقة أنه كتب علينا الصيام، وأخبرنا في هذه الآية أنه في أيام معدودة، إما 30 يوم أو 29 يوم. ولذا قال أياما نكرة، النكرة في اللغة العربية تفيد أشياء كثيرة، تفيد القلة وتفيد الكثرة وتفيد العظمة وتفيد الهون، لكن بحسب السياق. هنا قرنت بقوله معدودات، إذن أفادت القلة، يعني هذا الصيام ليس أشهرا ليس سنوات ولكنه أيام معدودة قليلة. ومعدودات أيضا من صيغ جمع القلة. فربنا يقول هذا الصيام تخفيف، وإنما وضعته اختبار لعلكم تتقون. ثم خفف أيضا ربنا سبحانه وتعالى، وربنا رحيم. يجب عليك أيها المسلم أن تعلم أن الله عز وجل بك رحيم، أن الله بك رحيم. من رحمته أنه أوصى بك أولادك، ومن رحمته أنه أوصى أولادك بك، ومن رحمته أنه أوصى المؤمنين بعضهم ببعض، ومن رحمته هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل. ففي الصيام أخبرنا أنه أيام قليلة، وأيضا من رحمته أنه قال من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا مثل الاستثناء، مثل الاستثناء من قوله كتب عليكم، لأن قول تعالى كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم يشمل الناس كلهم، يشمل المريض والمسافر والقادر والعاجز، لكنه هنا من رحمة سبحانه وتعالى قال إذا كان مريض أو مسافر فالواجب عدة من أيام أخرى، سواء كانت أيام صيف أو أيام ربيع أو ما إلى ذلك. ولذا ربنا يقول فمن كان مريضا، من هو المريض وما هي علامات المرض؟ المريض يا إخوان يقول العلماء المرض الذي يشق عليه الصوم، أو يتأخر عليه البرء، أو يفوت به العلاج. المريض الذي يسمح له بترك الصيام إما أنه يشق عليه الصوم، أو يتأخر به البرء ما يشفى بسرعة، أو يفوت به العلاج، كما لو قال الطبيب خذ حبوب كل 4 ساعات، خذ إبرة كل 6 ساعات وما أشبه ذلك. ودليل التخصيص بمرض يشق عليه الصيام ما يفهم من العلة. وليس كل مرض يا إخوان، ليس كل مرض يترك الإنسان الصيام له، وإنما الذي يشق عليه أو يفوت به العلاج أو يتأخر البرء. ولذا يقول الله عز وجل فمن كان مريض أو على سفر. ما هو السفر المبيح للفطر؟ ما هو السفر المبيح للفطر؟ سيأتينا إن شاء الله بعد قليل الكلام على هذا، لكن
نتكلم على سفر، الله يقول على سفر. ولذا العلماء رحمهم الله أخذوا من كلمة على سفر حكما، لكنهم اختلفوا في هذا الحكم. قالوا إن الحكمة في التعبير بقوله على سفر إن المسافر قد يقيم في بلد أثناء سفر عدة أيام، يعني مثلا يأتي إنسان للعمرة في رمضان ويقيم في مكة 4 أيام أو 5 أيام يجوز له الفطر لأنه مسافر. أخذوا من قوله على سفر، واستدلوا أيضا كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، اتفقنا أنه إذا ذكر الرسول نصلي عليه، إذا ذكر رسول الله نقول اللهم صل وسلم عليه، لأنه كما ورد من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10، فأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما فتح مكة أقام بمكة 19 يوما، أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة وأفطر حتى انتهى الشهر. فهذا دليل على أن الإنسان إذا كان على سفر وأقام مدة محددة فإنه يجوز له الإفطار. ولذا قال الله عز وجل إذا كان مريض أو مسافر عدة من أيام أخر، عدد الأيام التي أفطرتها في السفر أو في المرض من أيام أخرى، يعني سواء كانت في أيام صيف أو أيام ربيع فعدة من أيام أخر. لكن عندنا هنا جملة ينبغي للإنسان أن يقف عندها، وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه. ما معنى يطيقونه؟ يستطيعون كذا ولا لا؟ معنى يطيقونه يستطيعونه، لكن قال بعض أهل العلم يطيقونه معناها أن يطوقونه. ما معنى يطوقونه؟ يتكلفونه بشدة، يكون هناك مشقة ويبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقا عليهم. وقال آخرون إن في الآية حذفا والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه فدية. إذن ما معنى وعلى الذين يطيقونه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية، ما معنى هذا الكلام؟ سمعنا قولين، سمعنا قولين، قول يقول الذين يستطيعونه أو الذين يتكلفونه بشدة، لكن قال بعض من أهل العلم من بعض أهل العلم أن هذا القول أو القولين ضعيفة، قول القولين ضعيفة ولا يؤخذ بها، سواء كان في الآية حذفا أو أنهم قالوا يطوقونه، لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي، وتفسير الشيء بضده لا يستقيم. لكن القول الأول منهما له وجه، لكن نقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. القول الصحيح يا إخوان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنه كان في بداية الصيام تدرج، تدرج، من أراد الصيام يصوم ومن لم يريد الصيام يدفع فدية، هذا الخيار. يعني في بداية فرضية الصيام أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيراً بين أن يصوم أو يفطر، لكن إذا أفطر يفدي، حتى نزلت الآية التي بعدها وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا هو القول الصحيح.
هذا هو القول، سواء على الذين يطيقونه يستطيعونه، لكن الله خيرهم في بداية فرض الصيام، الله خيرهم، إن أراد أن يصوم يصوم، إن أراد أن لا يصوم يطعم كل يوم مسكينا، لكن الله قال وأن تصوموا خير لكم، وهذا دليل على أنهم يستطيعون الصيام، وأنه خوطب به من يستطيع، فيكون ظاهر الآية مطابقا لحديث سلمة، وهذا هو القول الراجح أن معنى يطيقونه يستطيعونه. إذن معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين تبين لنا أن الصيام في بداية فرضه كان الإنسان مخيرا، كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا، ولذا قال فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني الأصل الصوم لازم لك وأنك مكلف به، فتفدي نفسك من هذا التكليف والإلزام بإطعام مسكين، أي عليهم لكل يوم طعام مسكين، كل يوم طعام مسكين، ولذا ربنا قال طعام مسكين. من هو المسكين؟ من هو المسكين؟ المسكين يا إخوان إذا ذكر المسكين وحده يشمل المسكين والفقير، وإذا ذكر الفقير يشمل الفقير والمسكين، وإذا اجتمع يختلف المعنى، إذا قال أعطي المسكين وأعطي الفقير يختلف المعنى. المسكين الذي لا يجد شيئاً يكفيه لمدة سنة، عنده راتب عنده أكل لكن ما يكفيه لمدة سنة، لا يكفيه لمدة سنة، هذا مسكين، هذا مسكين. لكن إذا اجتمع الفقير والمسكين أيهما نقدم؟ نقدم الفقير، الفقير أضعف من المسكين، يعني إذا مر بك المسكين فهو شامل للفقير، وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين. لكن إذا اجتمع المسكين من لا يجد شيئاً يكفيه لمدة سنة، أما إذا جمع فقد قال أهل العلم إن بينهما فرقاً، الفقير أشد حاجة من المسكين. من هو الفقير؟ هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة. المسكين لا يجد شيئاً يكفيه لمدة سنة، يمكن يكفيه لمدة 7 أشهر 6 أشهر 8 أشهر، هذا المسكين. لكن الفقير لا يجد دون ذلك، يعني نصف السنة أو غيرها. المسكين الفقير هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة، وأما المسكين فيجد النصف أكثر دون الكفاية لمدة سنة، ولذا قال عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له، من تطوع تطوعا خيرا، أي من فعل الطاعة على وجه خير فهو خير له، فمن تطوع يريد خيرا. الطاعة يا إخوان، الطاعة كل طاعة يفعلها الإنسان يقصد بها الخير فهو خير له، ومعلوم أن الفعل لا يكون طاعة، أي فعل لا يكون طاعة إلا إذا كان موافقا لمرضات الله عز وجل، بأن يكون خالصا لوجهه موافقا لشريعته، فإن لم يكن خالصا لله لم يكن طاعة. أنت تصدقت ب100 ريال
لأجل يراك الناس، هذا لم يكن طاعة. لكن تصدقت بمئة ريال لأجل الله عز وجل، بيّن لك أن هذه الصدقات فيها أجر، فهذا هو الأمر. ولذا إذا كان موافقاً لمرضات الله بأن يكون خالصاً لوجه الله. وهناك شرط آخر في كل عبادة، أن يكون موافقاً لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله، الشرط الثاني أن تكون موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك أمرت بطاعة الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأنت شهدت لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، فإن لم يكن خالصا لم يكن طاعة ولا يقبل. وإن كان خالصا على غير الشريعة لم يكن طاعة ولا يقبل، لأن الأول شرك والثاني بدعة، نسأل الله العافية. فربنا يقول من تطوع خيرا فهو خير له، لكن نقول خير، هل هي للتفضيل؟ يعني أي خير له من سواه، أو أن خير اسم دال على مجرد الخيرية بدون مفضل ومفضل عليه؟ وهذا هو الأقرب، يعني يكون المراد من تطوع بالفدية فهو خير له، وهذا مطابق لظاهر الآية. لكن الله عز وجل خيرهم في الصيام، بين الصيام والإطعام، لكن قال وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، المراد بالخير هنا التفضيل، يعني أن تصوموا خير لكم من الفدية. وهذا أيضا هو المهم، أن الصيام، وهذا تدرج في الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى سيفرضه في الآية الآتية إن شاء الله. ولذا يقول وأن تصوموا خير لكم، يعني من الفدية. ثم قال في نهاية الآية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون. هذه الجملة مستأنفة، يعني ليست تابعة لما قبلها، يعني الله يقول إن كنتم من ذوي العلم فافهموا. الله ينبهنا دائما بالفهم، نفهم، إن كنتم من ذوي العلم فافهموا. ولذا يقول الله عز وجل ليس المعنى خيرا لنا إن علمنا، فإن لم نعلم فليس خيرا لنا، بل هي مستأنف. ولذا إذا قرأنا القرآن ينبغي أن نقف عن قول على قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، ثم بعد ذلك نقول إن كنتم تعلمون، لأنها مستأنفة. إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من ذوي العلم فافهموا الكلام الذي أمركم الله به، أن الصيام خير لكم من الفدية وخير لكم من الإطعام. إذن هذه الآية المباركة عرفنا معناها الإجمالي، هل فيها فوائد؟ ما فيه آية ترد إلا فيها فوائد، ولله الحمد. ولذا من فوائد هذه الآية أن الصيام أيامه قليلة، الصيام أيامه قليلة، لقوله تعالى أياما معدودات. وهذا دليل رحمة الله بعباده، لأنه اختبرهم بأيام قليلة، لم يختبرهم بصيام شهرين أو ثلاثة، وإنما فرض عليهم أياما قليلة. وربنا سبحانه وتعالى يبين أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ما كلفنا الله عز وجل بأمر يضرنا أبدا، وإنما كلفنا بأمور تنفعنا
في الدنيا والآخرة، وفيها السعادة في الدنيا والآخرة. فربنا يقول: فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن المرض والسفر مظنة المشقة. ولذا عرفنا يا إخوان في هذه الآية حكم، وهو أنه جواز الفطر للمريض، جواز الفطر للمريض. لكن نقول المريض الذي يجوز له الإفطار هو الذي يشق عليه الصوم، هو الذي يشق عليه الصوم أو يتأخر معه البر. ولذا نقول مذهب الجمهور رحمهم الله أنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم أو لا يتأخر معه البر. ولذا علماؤنا رحمهم الله قسموا المريض ثلاث حالات، المريض له ثلاث حالات. الحالة الأولى: لا يضره الصوم ولا يشق عليه، لا يضره الصوم ولا يشق عليه، فهل هذا يجوز له الإفطار؟ يقول العلماء رحمهم الله: هذا ليس له رخصة، ما دام أنه لا يضره ولا يشق عليه فهذا أيضاً لا رخصة له في الفطر. الحالة الثانية: أنه يشق عليه الصيام لكن ما يضره، يتعب لكن ما يضره، لو صام ما يضره. هذا يقول العلماء: الصوم في حقه مكروه، الصوم في حقه مكروه إذا كان يشق عليه لكن ما يضره، لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله. الحالة الثالثة: أن يضره الصوم، يكون فيه ضرر عليه، يتأخر البر أو أنه يحتاج إلى علاج، هذا الصوم في حقه حرام، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن عرفنا الأحوال الثلاث للمريض: لا يضره الصوم ولا يشق عليه، هذا لا يفطر. أن يشق عليه ولا يضره، الصوم في حقه مكروه. الثالثة: أن يضره الصوم، فالصوم في حقه حرام. ولذا نقول من فوائد الآية أنه يجوز الفطر في السفر، لأن الله قال: أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا المسافر باعتبار صومه في سفره له ثلاث حالات، كما قلنا المريض له ثلاث حالات، المسافر له ثلاث حالات. الحالة الأولى: أن يكون فيه مشقة، الحالة الأولى ألا يكون فيه مشقة، يعني ليس فيه مشقة تزيد على صوم الحضر، ففي هذه الحال الصوم أفضل. يعني الإنسان مسافر لكن ما عليه مشقة، إما راكب في سيارة مريحة، وإما الجو بارد، وإما في طيارة مريحة، هذا ما دام ليس عليه مشقة تزيد على الحضر، هذا الصوم له أفضل. لكن إن أفطر ليس عليه حرج، إن أفطر ليس عليه حرج. ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته، ولأنه أسهل عليه غالبا لكون الناس مشاركين له وثقل القضاء غالبا، ولأنه يصادف شهر الصوم وهو رمضان. ولذلك بعض الناس هدانا الله وإياهم ليس عليهم ضرر وليس عليهم مشقة،
يأتي في هذه الأيام في العمرة في رمضان ويبقى 10 أيام ويفطر، ليس عليه مرض وليس عليه مشقة، لماذا تفطر؟ لماذا تفوتك فضيلة رمضان؟ لماذا تفوتك فضيلة الصيام في مكة؟ لماذا تفوتك فضيلة الصيام في هذا الشهر، شهر الصيام؟ ولذا بعضهم يتكاسل يقول أنا مسافر، هل عليك مشقة؟ لا. هل عليك ضرر؟ لا. إذن صم خير لك من القضاء، خير لك. بعض من الناس يقول ضرسي يؤلمني، أنا بحاجة إلى الإفطار. يا أخي حاول أن تغتنم فرصة الصيام في شهر رمضان المبارك، لأن الصيام في هذا الشهر نفس الشهر فيه فضل عظيم. لكن إذا كان الصيام يشق عليه مشقة لكن يسيرة ليست شديدة، فهنا الأفضل الفطر. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البر عن الصوم في السفر. هذه هي الحال الثانية، يشق عليه الصوم لكن مشقة يسيرة، نقول الأفضل الفطر، وإن صام جاز له ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.